لأن استفدنا علمكم. هي تفضل مدير ديوان طريق الأمين الغازية بإعطاء دير طريقة لسيدي رشيد بن عمر دير الطريقة، وشهادة تقدمها الدكتورة فاطمة جمع الحبابي للسيد رشيد. أعتذر منها أنني تكلمت قبلها، لأنني أعتبر الأستاذة فاطمة أحبابي هي عالمة بكل المقاييس، وأشكرها وأشكر الزاوية أنني حظيت بشرف أن ألتقي بهذا الهرم مرة أخرى. أنا قارنة أقدم لها الشهادة، هاد الشهادة طلعوها وصوبوها قبل ما يتكلم، وشهدوا على شيء ما عارفينه. أنا لما سمعتو أشهد الله أنه كان في مستوى الراقي. أنني لا أهتم بكلمات مكتوبة ولكن بما يسجله الملائكة عني أمامكم أيها الأخوات أيها السادة الكرام. فهنيئا لنا بأمثال هذه البائعة العلامة في هذا الميدان. وأريدك لا أقول مريد المريد والمريدية شيء آخر في هذا العمل المحمدي. أنا ما أنقصش لك الكلمة نمشي عين ما قبلهاش، عندي كلمة ديالي غادي نسمعها إن شاء الله. في هذا العمل المحمدي تكون من الأعمدة التي تناضل إلى جانب هؤلاء الإخوة وإلى جانب أم كرست حياتها لهذا المسلم. وشكرا. أطال الله عمر صاحبنا، أطال الله عمر إمامنا وصاحبنا وحبيبنا سي الأمين الغازي. وأنا كذلك أنا دائما أشار زاوية في أي لحظة وهي وأعتذر سعد لأنني أقسم لكم بالله أنني مضغوط. شكرا شكرا جزيلا. شكرا الله وصحيحكم سيدي رشيد، نفعنا الله بعلمكم وزادكم في العظيم. لا بد أن نشكرهم يعني سيدي رشيد، لأن لدي الغطاس تكبد على السفرين لتجديد العلم في دينا. أيها الإخوة الكرام، جاء دور جمعية فتية، ولكنها جمعية أرادت أن تخرج تراث اللامادي المغربي الأصيل من ظلمات الزمن الغابر. هي جمعية الإمام الشاذلي لإحياء التراث الصوفي. حضر معنا رئيسها سيدي حسن الفتيحي، أعطيه الكلمة حتى